الحقيقة برضو ما زلنا في أجواء شتوية ما بين تقلبات في درجات الحرارة في الارتفاع في الصباح والانخفاض في المساء. شبورة مائية هيئة الأرصاد الجوية قالت أن الطقس النهاردة الحد هيسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية والشمالية، ومائل للدفء على شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد. كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد. وكمان توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس يكون مائل للحرارة نهارا على سيناء، شديد البرودة ليلا بتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. حذرت كمان هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من انخفاض درجة الحرارة في المدن الجديدة حيث تسجل أقل من المتوقع في القاهرة الكبرى. خلينا ناخدكم في جولة لبعض يعني مدن ومحافظات الجمهورية ودرجات الحرارة المتوقعة عليها، نرجع نكمل معاكم هنا يوم سعيد.